بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم عبر السعودية الرياضية، أسعد بصحبتكم من خلال حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي حديث الذكريات. بداية مشاهدينا الكرام، دعونا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، الكابتن اللاعب الدولي السابق ولاعب نادي النصر، الكابتن إبراهيم عيسى. مرحبا فيكم منور. أهلا وسهلا أخوي خالد، الله يحييك وتشرفني أكون معكم ضيف في هذا البرنامج. أبو نواف، احنا سعداء جدا أن تكون ضيف معنا في هالبرنامج، ونشكرك على استضافتك لنا في منزلك. لا بالعكس، الله يحييكم في أي وقت. بداية مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في برنامج حديث الذكريات، نتابع تقرير عن ضيفنا في هذه الحلقة وبعد ذلك نعود إليكم. حاول الجار اللدود إغراءه، وحاولوا إبعاده عن فارس نجد، غمروه بالدراهم، فأبى إلا أن يرتدي شعار النصر، محدثا وقتها ضجة كبرى، حيث كان من أبرز نجوم الحواري الذين تختطفهم الأندية في ذلك الوقت وتماري بهم وتراهن عليهم. وقع العيسى للنصر فتبخرت أحلام منافسه الهلال، ومن غرائب الأمور أن يكون العيسى فيما بعد أحد المهاجمين الذين تسببوا بالإزعاج للهلال وجماهيره. امتاز العيسى بالسرعة وبمهارات الكبار، كان مهاجما مجندلا للخصوم على طريقة زوارق البحر، زورق أصفر سجل اسمه ذهبيا حيث لعب وأمتع وأبهر. اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. كابتن ابراهيم، طبعا يعني هو في البدايه هو سؤال بديهي دائما نطرح على ضيوفنا في بدايه الحلقه، كيف دخل ابراهيم عيسى للمجال الرياضي وكيف سجلت في نادي النصر؟ والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا تسجيلي مثل اي لاعب يعني عن طريق الحواري، كانت الحواري في الفتره السابقه كانت يعني على مستوى عالي، وكان في تنافس بين الهلال والنصر. نعم. وكان من ضمنها الشباب، لكن الخيارات كانت بين النصر والهلال. نعم. لا أخفيك يعني كان في بعض الآراء أحيانا أو بعض الضغوطات أحيانا أو بعض زملاء الأهل. نعم. كلين يوجهك النادي، لكن في الأخير استقرت على نادي النصر. نعم. والحمد لله توفقت الحمد لله لكم. اختيارك لنادي النصر هل هو بسبب ميول الكابتن ابراهيم عيسى، او هو بسبب هناك عرض مغري قدمه لك نادي النصر؟ لماذا اخترت الفريق النصراوي عن الفريق الهلالي اللي قدم لك ايضا عرض في نفس تلك الفتره؟ والله شوف، طبعا العرضين تقريبا متقاربه. نعم. وقابلت الامير عبد الحميد مسعود الله يرحمه والامير عبد الله بن سعد الله يرحمه، وشفت. نعم. يعني كلنا شفت العرض حق الهلال وحق النصر، ولكن هو على العروض، يمكن انا اخترت نادي النصر ولهم على يعني ميول، لكن اخترت نادي النصر لاني انا اشوف فرصتي في نادي النصر. نعم. اسهل من نادي الهلال. في الفتره السابقه كان نادي الهلال على ما اظن كان في يوسف ثنيان، فيه تمياط محمد، فيه. نعم. حسين المسعري، فيه محمد بكري، فيه تيماوي، كانوا كلهم في تقريبا نفس المنطقه اللي العب فيها في جهه. نعم. اليمين. النصر كان فيه يعني وليد الطرير، خليل. نعم. عبيد، فكانت فرصتي في النصر اكثر. نعم. وايضا رغبه الوالد. نعم. يمكن يعني خلتني اروح نادي النصر. ميول الوالد النصراويه. نعم. والله الوالد نصراوي. نعم. والاخوان هلاليه، فكان. نعم. يعني ضغوطات من هنا ومن هنا، لكن عاد اخذنا براي الوالد. على كل حال، سواء نادي النصر او نادي الهلال، يعني كلاهما يعني انديه كبيره، واي لاعب يتمنى الانضمام للنصر او لنادي الهلال. من الحواري ابو نواف الى نادي النصر، توجهت الفريق الأول مباشرة أم تدرجت في فئات سنية في نادي النصر؟ لا طبعا على طول، بفضل الله على الفريق الأول على طول. نعم. طبعا أنت سجلت، والفترة اللي سجلت فيها كان في أسماء كبيرة في نادي النصر، يعني نتكلم عن ماجد عبد الله، محيس الجمعان، فهد الريفي، أسماء كبيرة كانت في نادي النصر. أن يجد إبراهيم عيسى مكان له في هذه التخمة من النجوم في نادي النصر، كيف استطعت أن توجد لك مكان بين هذه الكوكبة من النجوم؟ والله شوف، طبعا بفضل الله ودعوة الوالدين والأهل جميعا، وتوفقنا الحمد لله في بدايتي. كان في المدرب فرنانديز البرازيلي، كان يهتم دائما في النجوم خاصة الصغار. كان في اهتمام لابراهيم العيسى، اهتمام لابراهيم ماطر، اهتمام لأحمد نصيب. يعني أذكر فترة كل هذه في تلك الفترة كانوا أسماء جديدة؟ تقريبا. نعم. يمكن سبقني بسنة، يعني بسنة. ف
فكنت أذكر من الاهتمام من المدرب فرنانديز، غير تصحيح الأخطاء وكذا، كان يأخذنا على تمارين جانبية أو إضافية عندنا نعم الثلاثة، فترة كنا مصابين يأخذنا برضو تمارين إضافية، تصحيح الأخطاء، تعزيز قدرتنا على تمثيل الخريطة النصراوية، والحمد لله هذه تبعنا النصائح، اجتهدنا والحمد لله في نفس السنة هذه جميعا لعبنا. نعم دائما اي لاعب كابتن ابراهيم يكون له مدرب اسم معين كان له بصمه في حياته الكرويه، يعني نقدر نقول الفرنديز هو صاحب بصمه في 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 حياه الكابتن ابراهيم عيسى الكرويه والله مع النصر. طبعا هذا شيء اكيد، نعم والفضل بعد الله للكابتن المدرب عفوا فرنديز، نعم هو اللي اعطاني الفرصه واعطاني الثقه. ممكن مدرب بعده كان علاقتي اقوى، المدرب الروماني بلاتشي نعم هي اللي كانت علاقتي اقوى مع المدرب، وكان المدرب يثق فيني ثقه كبيره، وكنت يعني اكثر مباريات او اغلب المباريات ما كانت كلها مع المدرب بلاتشي اساسي. كابتن ابراهيم، طبعا الجمهور نادي النصر وخاصه من يتمنى ان يكون لاعب في نادي النصر في تلك الفتره كان يتمنى ان يكون في النادي، كان في اسماء كبيره يمكن ابرزها ماجد عبد الله مثلا، كان في اداريين على مستوى عالي مثل الامير عبد الله مسعود الله يرحمه. بعدين انتقلت من الحواري لنادي النصر، وجدت نفسك تلعب بجانب ماجد عبد الله، وجدت نفسك امام شخصيه كبيره مثل الامير عبد الله بن سعود. كيف كانت مشاعرك كابتن؟ والله شوف، طبعا هذه من مكاسبي صراحه الكرويه اللي نعم حصلت فيها في حياتي الرياضيه، يعني امثل مع الفريق النصراوي صاحب الجمهور العظيم، وجود الامير عبد الرحمن سعود الله يرحمه نعم كموجود كرئيس النادي، وايضا وجود الامير فيصل بن عبد الرحمن كان مدير الفريق، نعم وزيادة على ذلك وجود نجوم مثل ماجد عبد الله، فهد الهريفي، محسن الجمعان، نجوم صراحة الواحد يتمنى أن يشاهدهم، بالك نعم أنك تلعب معهم. نعم طبعا كانت فترة من الحواري إلى النادي كانت فترة يعني صعبة شوي، لكن شفت الجو الصحي مناسب في الفترة اللي كنت متواجد فيها، نعم شفت الاهتمام من الامير عبد الرحمن سعود، شفت الاهتمام من الزملاء، شفت التوجيهات من الزملاء، فبالعكس هذه اضافت لي كثير، وكان من مكاسبي في نادي النصر، والدليل على ذلك اني مثلت يمكن في اول سنه، اللي يمكن يشوف العناصر هذه موجوده يقول صعب انك تكون في من ضمن التشكيله في ظل النجوم، ايضا يوجد نجوم يعني مو بمكانة ماجد، نعم ومثل ناصر الفهد، صالح المطلق، بندر العمران، كثير من النجوم، ابراهيم ماطر ممكن انساهم، حسين نعم هادي، لكن الحمد لله وجدت نفسي بين عائلة تخاف على مصلحتي، ودها ابراهيم العيسى ينجح، نعم والحمد لله يعني تأقلمت في اسرع وقت، ومثلت الخارطة النصراوية في فترة وجيزة، نعم وهذه صراحة أنا أرجع وأقول لك هذه من مكاسبي من نادي النصر، النجوم والرموز اللي عشت معهم، حققت كثير من الإنجازات معهم. نعم أسماء قليلة طبعا أبو نواف اللي تأتي من الحواري إلى الفريق الأول مباشرة، يعني عادة يكون اللاعب يتدرج على أقل تقدير يكون في شباب النادي ثم يتحول الفريق الأول حتى يتأقلم مع العمل الاحترافي في الأندية بعيد عن الحواري. أنت من الأسماء القليلة اللي على طول مباشرة ما شاء الله وجدت نفسك مكان في فريق يعتبر فريق مشهور على المستوى العربي والآسيوي. كيف كان تقبل جمهور النصر لإبراهيم عيسى أول ما ظهر اسم إبراهيم العيسى وبرز اسم إبراهيم العيسى؟ والله شوف، طبعا هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهي عملية صعبة أنك تجي من الحواري تبرز بشكل من أول سنة، يعني نعم. كانت صعبة، يعني مفترض أن الواحد يكون متدرج، لكن ما كان في بالي أني أكون في نادي أو كذا، لكن يعني مثل ما قلت لك مساعدة زملائي ومدرب فرنانديز هو اللي ساعدني بشكل كبير. كتقبل الجمهور لن يتقبلك إلا إذا تكون أنت بارز واضع لك بصمة في مع الفريق، والحمد لله توفقت وصار في انعكاس إيجابي من الجمهور لإبراهيم العيسى في عملية تسجيله. طبعا الصحافة كانت تتكلم عن إبراهيم العيسى قبل التسجيل، ممكن ما تعرف إبراهيم العيسى، لكن شدهم موضوع
عملية تسجيله في الهلال أو في النصر، في الهلال أو في النصر. منافسة. فطبعا الصحافة ما راح تتكلم، أو الهلال والنصر ما راح يتنافسون إلا عن نجم موهبة. له نعم قيمة هنا. نعم تحدثت عن الأمير عبد الرحمن بن سعود، طبعا ساهم بشكل كبير في تسجيلك، يعني قامة إدارية كبيرة، يعني كونه كسب خدمات إبراهيم عيسى، هذا طبعا فكر من الأمير عبد الرحمن بن سعود، خطفك من نادي الهلال. وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعود، طالما الحديث عن الأمير عبد الرحمن بن سعود، كيف تلقيتها كابتن إبراهيم وأنت عايشت هذه الشخصية؟ والله شوف طبعا يعني الله يرحم الأمير عبد الرحمن والأمير عبد الله بن سعد، يعني هذول رموز صراحة، وكل نقدرهم مو بس من وسط أو من جمهور الهلال أو من جمهور النصر، بالعكس في الوسط الرياضي بشكل عام كل نقدر الرموز هذه. طبعا الأمير عبد الرحمن الله يرحمه توفى وأنا كنت خارج النادي، لكن كانت يعني صدمة مفاجأة للكل ليس لإبراهيم العيسى. حتى أذكر في وقتها كان أخو الأمير عبد الرحمن متوفي قبل بأسبوع، فكان في واحد من زملائي يكلمني قلت له أنا متوفي أخوه، قال لي لا الأمير عبد الرحمن، ما صدقنا إلا بعد الاتصالات وكذا. وهذا يومه، وبالعكس الكل اللي يذكره بالخير والله يغفر له ويرحمه إن شاء الله. تعتقد أن هذه الشخصية تركت فراغ في نادي النصر؟ والله يعني أنا أتكلم عن الأمير عبد الرحمن عبد الله بن سعد نعم فيصل بن فهد، هذه نعم تركت فراغ كبير في الوسط الرياضي نعم ليس نعم بس في الأندية. نعم ذكرت بأن هناك مفاوضات مع بجانب مفاوضات نادي النصر، كان الهلال يفاوض الكابتن إبراهيم عيسى، في إدارة من كانت المفاوضات معك؟ عبد الله بن سعد. الأمير عبد الله بن سعد. يعني شوف أنا أحب الأمير عبد الله بن سعد والأمير عبد الله بن سعود لأنهم لهم بصمات من قبل تسجيل إبراهيم العيسى في الوسط الرياضي. فقابلت الأمير عبد الله بن سعد والأمير عبد الرحمن قبل نعم. التسجيل، حتى لو ما صار تسجيل كلهم كل الاحترام والتقدير. نعم. ف يعني يكفي استقبالهم لي وحفاوتهم لي، وفي نعم. النهاية ما راح أسجل في نادي واحد. نعم. نرجع بك بالذاكرة لورا أبو نواف، تتذكر أول مباراة شاركت فيها مع نادي النصر؟ والله شوف شاركت ما خابت ذاكرة شوي أمام نادي الأهلي في جدة الشوط الثاني. نعم طبعا تشارك في مباراة مع فريق كبير مثل نادي الأهلي، يعني ما كانت مباراة صعبة لإبراهيم عيسى؟ ما كنت خايف؟ والله شوف الحمد لله أنا يعني ممكن للمباريات اللي ارتاح لها المباريات الكبيرة، يعني من يوم كنت صغير أو أول سنة أسجل في النادي، بالعكس أنا طبيعي الحماس وحب الكورة. يعني تشدني المباريات اللي فيها جماهير، فالخوف هذا ما كان موجود فيني، يعني يمكن عكس بعض اللعيبة إذا كان أمام فريق كبير أو أمام جمهور يكون في ارتباك نوعا ما، في ارتباك حتى لو كان الجمهور معك يكون في ارتباك، لكن الحمد لله الصفة هذه ما هي موجودة فيني، بالعكس كنت ألعب دائما بارتياح، والواحد يعني هيئ نفسه من قبل المباراة. تتذكر المباراة كم كانت نتيجتها وكيف كان مستواك فيها؟ والله شوف النتيجة أتوقع أنه فاز الأهلي 1-0. كم مستوى؟ والله ما في ذاك المستوى، جديد أو بداية تقريبا الموسم، أول مرة تلعب مباراة، جو غريب عليك، لكنه ما قدمت أي شيء في أول مباراة. نعم الجمهور كيف كان ردة فعله مع أول مشاركة للكابتن إبراهيم عيسى؟ الصحافة الرياضية كيف كان ردة فعله؟ الجمهور طبعا ما راح يحكم عليك بشكل سريع، لابد تكون فيه لك فرصة عشان يحكم عليك الجمهور. طبعا فيني الحمد لله ماني متابع بالصحافة بشكل كبير، يعني ممكن إذا حصلت مادة إعلامية أمامي أتصفحها سريع سريع، لكني لست متابع للصحافة. فسواء مدح أو ذم يعني ما راح يزيد فيني أو ينقص فيني، بالعكس أنا كان تركيزي مع النادي ومع المدرب. كابتن إبراهيم بحكم المنافسة اللي كانت بخصوص تسجيلك مع نادي النصر ومع نادي الهلال، كان في منافسة، أول لقاء لعبتها ضد نادي الهلال هي مباراة جماهيرية كبيرة، يمكنك أنت ما تنساها ودائما يترقبها الجمهور الرياضي والمتابعين والصحافة حتى على مستوى العالم العربي يترقبون مباراة الهلال والنصر، كيف كانت مشاركتك في هالمباراة وكيف كان تقبل الجمهور مو النصر الهلال الكابتن إبراهيم عيسى؟ والله شوف طبعا يمكن هذه المباراة اللي أبرزت إبراهيم عيسى أو نعم. صار في قبول لإبراهيم عيسى عند الجمهور. كانت مباراة في كأس الاتحاد نعم. وفزنا 1-0 في المباراة نعم. وكان في بلنتي سبب إبراهيم عيسى، وكان نعم. عندنا حالة طرد مصطفى إدريس من الشوط الأول وأنتهت المباراة
فوزنا 1-0 تأهلنا النهائي مع القادسية. نعم. ممكن ما كان فيه تفكير المنصب على والله جمهور وهلال وكذا، بالعكس أنا مثل ما قلت السابق يعني أحب كرة القدم، أحب المتعة، أحب الجمهور، أحب الإثارة. نعم. فما كان يعني همي الأجواء الخارجية، بالعكس الحمد لله أديت أول مباراة كديربي مع الهلال. نعم. وتوفقت الحمد لله في المباراة هذه. كيف كان الحضور الجماهيري في ذلك المباراة؟ كان بالعكس يعني كان يعني كسر الاتحاد الفريق الأول هم اللي يشاركون، يعني مو بالوقت زي الوقت الحالي. نعم. اللومبي وقبل الفترة السابقة كان يكون الرديف، لا كان الفريق الأساسي هو اللي شارك، وكان كل فرق حريص على أن تحصل على نعم كاس الاتحاد، كان بطولة متابعة. نعم. فكان الكل موجودين سواء من الهلال ومن النصر. المباراة هذه لعبتها كاملة كابتن؟ اي لا الحمد لله لعبتها كاملة. كيف كان رضا الإدارة ونقول رضا الأمير عبد الوهاب بن سعود عن إبراهيم؟ والله شوف عاد ما رضوا يمكن أطقهم جاي بنتي يعني، فبالعكس الحمد لله يعني وتأهل النهائي. وتأهل النهائي لا وكان الأداء كان كويس الحمد لله يعني أنا رجعت المباراة مرة ثانية وكان الحمد لله أداء في المباراة الحمد لله جيد. نعم. كابتن إبراهيم كان في وقتك كان في مقارنة بينك وبين الكابتن فهد الغشيان، تقريبا نفس الأسلوب، نفس ستايل، نفس الخانة، حتى كنتوا نفس الرقم، أنت رقم 7 فهد الغشيان رقم 7. خلينا نتحدث عن قصة الرقم 7 كابتن إبراهيم، هل هو بالمصادفة كان رقم شاغر وأخذها الكابتن إبراهيم عيسى أم أنت اخترت الرقم بالذات؟ والله شوف طبعا ما اخترت، أنا جيت الفريق طبعا نعم. كل واحد يمكن له رقم واللاعب القدامى لهم الحق في نعم. الأرقام، لكن يمكن الحواري كنت ألبس رقم 15، كنت معجب بيوسف ثنيان هو لاعب الأول. نعم. فبالصدفة أنا لعبت في نادي النصر لبست في البداية 12 15 ما أذكر بالضبط، لكن بعدها استقر على رقم على رقم 7. بالنسبة لفهد الغشيان، فهد طبعا لاعب كبير ولا يعلى عليه، لكن يمكن في اختلاف بينه وبين فهد يعني كل سبحان الله الله معطي كل شخص موهبة طريقة. نعم. فهد ما شاء الله عنده المرونة ما شاء الله يعني وعنده المهارة السرعة خفيف. نعم. يعني ممكن فهد يعتمد على نفسه في أكثر الكور، يمكن فهد يعتمد على نفسه على مهارته وكذا. نعم. لكن أنا ممكن أتشابه مع فهد في السرعة، مهارتي أقل من فهد. نعم. لكن كرة الجماعية مع المجموعة ممكن أفضل من فهد. نعم. يعني اختيارك يعني ما في مناسبة أو ما هو أنت اللي فرضت عليهم الرقم 7، اختيارك كان اختيار الرقم هذا كان عادي يعني ما كان عادي جدا. نعم. شوف يمكن الشخص يحب الرقم بعد ما يرتديه ويعرف به ويعرف بالرقم هذا، لكن نعم. لو تغير الرقم ما راح يصير شيء لأن نعم. اللعب هو اللي يلعب مو الرقم اللي يلعب. نعم. نتحدث كابتن إبراهيم عن أفضل مباراة تعتقد أنك في مسيرتك الرياضية قدمتها مع نادي النصر. والله شوف أفضل مباراة أتوقع مباراة السوبر يعني السوبر الآسيوي. السوبر الآسيوي كان هذه أفضل مباراة، هي كانت مباراتين وكانت يعني أعطاني كل ما عندنا في المباراة هذه. في مباراة كثيرة برضو جميلة في خاصة في الديربي مع الهلال. نعم. في مباريات في البطولة العربية. ممكن هذه يعني الأبرز مباريات بالنسبة لي أنا ك يعني لعبت فيها. نعم. وفزنا وتأهلنا. ممكن أفضل مباريات للفريق لا ما تخص ما هي نفس الشيء اللي تكون لإبراهيم ليسا. نعم. ممكن في مباريات أجمل. نعم. ممكن ما شاركت فيها وكذا لكن أو ما قدمت فيها مستوى أو ما قدمت لكن يمكن الأهم كانت مباراة السوبر. نعم. مباراة السوبر طبعا يمكن هي اللي كانت مفتاح للنصر إنه يتأهل للعالمية. مباراة السوبر الآسيوي. نعم. ما أتيحت لك الفرصة للمشاركة في يمكن كنت مصاب يعني قضاء الله وقدره يعني. نعم. قبل كأس العالم تقريبا بشهرين شهرين ونص. نعم. وصلت برباط صليبي والحمد لله شارك الزملاء وكأني أنا مشارك. ماذا تعني لك هالمشاركة يعني مشاركة فريق النصر في محفل عالمي كأول نادي آسيوي أول نادي سعودي شارك مثل هالتظاهر العالمية؟ والله الحمد لله هذا طبعا فخر لي أولا ولكل نصراوي سواء لاعب أو إداري أو مشجع أو من ينتمي نادي النصر أو الكرة السعودية بشكل عام. نعم. يعني زي المحافل هذه لا تنصب على
الإنجاز عن النادي فقط، بالعكس تنصب على الكرة السعودية. يعني لو شارك فيها هلال أو أهلي أو اتحاد أو شباب أو أي نادي ثاني، نعم بالعكس الكل بيفرح له. فالحمد لله بالعكس كان قلبا وقالبا مع الفريق النصراوي في كأس العالم في البرازيل، نعم وهذا محفل كبير بالعكس للكرة السعودية وليس النادي النصر فقط. ذكرت بأنك أصبت برباط صليبي، طبعا حرمك هذه الإصابة من المشاركة في المونديال الأندية في البرازيل. عادة من أصعب الإصابات الرياضية على اللاعبين هي الإصابة بالرباط الصليبي، يمكن العودة بعد الإصابة يمكن ما يكون لاعب بنفس المستوى اللي كان قبل الإصابة بالرباط الصليبي، حتى أنه بعض اللاعبين ينتهي بسبب هذه الإصابة. كيف كانت تأثير هذه الإصابة على مستوى أداء إبراهيم العيسى؟ والله شوف، كأداء ممكن أخرتني فقط لا غير، أخرتني في عملية العودة. يمكن نعم جلست تقريبا سنة لأنها كانت إصابة جديدة، ما كان الجهاز الطبي على كفاءة في نادي النصر. نعم ما كان عندي الفكر في عملية العلاج الطبيعي أو وين أتوجه نعم عشان أسوي العلاج الطبيعي. جربت أكثر من مركز، كان الفريق يعني الشغل الشاغل كأس العالم، نعم هو المعسكر اللي قبل كأس العالم. فكان عملية التأهيل كانت يعني مهيب بشكل سليم 100%، وكان نادي برضه يعني بعيد مو متواجد في الرياض، فهذه تأخرت في عملية العودة تقريبا مدة سنة. نعم بعدها رجعت، بالعكس الحمد لله رجعت بعدها يمكن أقوى وأثبت. لكن مثل ما قلت لك بسبب التأهيل، ما كان نعم تأهيل 100% عودة الإصابة مرة ثانية. نعم ذكرت بأنها سنة أخذت عودتك للنادي مرة أخرى، طبعا هذه فترة طويلة، ما يعني ما تلقي باللوم أو جزء من اللوم على الإدارة في تأخر عودة شوف إبراهيم عيسى والله، يعني؟ شوف الأساس الإدارة طبعا، نعم هو قلت لك صار شغل مش شاغل كأس العالم مشغولين نعم الفترة ذيك قبل الاحتراف اللي نشوفه بالشكل هذا الآن. الفترة الحالية ما في العيادات اللي مجهزة نعم للعيبة. أنا ما شاء الله الدكاترة صاروا على مستوى عالي، نعم وصارت عملية الرباط الصليب يعني زي العملية السهلة. المراكز التهنية صارت متوفرة بشكل كبير. نعم ما كان، أنا كنت بين فترة مراكز خاصة نعم بين الطب الرياضي دكتور النادي، فهذا اللي اخرني. طبعا النادي ممكن يتحمل، لكن ما الومهم اذا كانوا رايحين كاس العالم منشغلين خلهم. ما تلومهم. طيب في الجانب الآخر ذكرت بأفضل مباراة أنت قدمتها، فبالتالي أسوأ مباراة أو مباراة ما كنت راضي عن نفسك فيها وتتذكرها بأنها الأسوأ في تاريخك؟ والله شوف، طبعا انا دائما اتاثر في الهزيمه، وخاصه لما فريق كبير او فريق جماهيري. نعم ممكن نزمنا أمام الهلال 2-1، يمكن الهدف الثاني يمكن كان يعني جزء منه أنا متسبب. نعم يعني انقطعت مني كورة برا 18، صارت مرتدة عكسية، جبنا الهدف. خميس أو هذه كانت مباراة أو دوري لطف. أو مباراة دوري دوري دوري؟ نعم خميس أو لطف صراحة. فيعني حسيت صراحة أنا المتسبب، يعني دائما مباراة الديربي تحب يعني بأي شكل من الأشكال إنك تطلع فايز، ترضي نفسك، ترضي إدارك، ترضي زملائك، ترضي جمهورك، ومباراة ديربي للتاريخ. فممكن المباراة هذه اللي تأثرت فيها كثير. المباراة الثانية مباراة الآسيوي اللي طلعنا بالهدف الذهبي، هذه كانت طبعا محبطة للكل، كان هدف ذهبي. أي مباراة؟ هذه كانت الآسيوية في الرياض، كانت في الرياض، كانت أمام فريق كوري. أمام فريق كوري. كان في حضور جماهيري كبير، وكانت الخسارة مؤلمة الحقيقة يعني. جدا نعم. جدا، وإن كنا يعني كويسين في المباراة هذه ومؤدين ويعني كنت مشارك فيها أساسي كابتن المباراة. نعم كنت أنا أساسي، وكان موجود ماجد ومحيص، كنا موجودين وكنا مؤدين صراحة. بس إنه ممكن عاقبنا ربي، فايزين بالدور الأربعة الهدف الذهبي وجاء النهائي خسرنا من الهدف الذهبي. كيف كان تأثير الخسارة عليكم يعني نهائي آسيوي وعلى أرضكم؟ والله شوف الحمد لله. تتذكر وش دار في غرفة الملابس في تلك اللحظة؟ والله شوف، ما يعني كل جلس مع نفسه. الجمهور مصدوم على طول، جاء الهدف الذهبي على طول مش الجمهور. نعم. لكن في النهاية بعد ما تهدى النفوس الواحد يقول الحمد لله
هذه الكرة يعني فوز وخسارة سواء بهدف ذهبي أو غيره. لقبت يعني كان في لقب لك لقب العاصفة كابتن إبراهيم، يعني لك شيء هاللقب ومن هو اللي أطلقه؟ والله اللي أطلقه ما أدري. معلق بالمدرجات ومكتوب العاصفة. يعني يمكن اشتهرت فيه الفترة ذيك وصار صرت أحب اللقب هذا صراحة. العاصفة يعني، فصرت أحب اللقب هذا. أما الشخص اللي حاطه والله ما أدري منه بالضبط، والله يجزاه خير ومشكور على بادرته. يعني وأكيد أنا ما حط اللقب هذا إلا لأن إبراهيم ليس قدم شيء للجمهور، والحمد لله يعني يكفي إنجازاتي الفترة اللي جلست في النادي، الإنجازات اللي تحققت في فترة الموجودة. خلاص ارتبط هاللقب بالكابتن إبراهيم عيسى يعني استمر مع استمر لين تركت الكورة، بعد الكورة ما عاد في حاجة. نتحدث عن إنجازاتك كابتن إبراهيم مع نادي النصر، يعني يمكن أبرز الإنجازات مساهمتك مع الفريق في التأهل إلى مونديال كأس العالم للأندية بعد الفوز بالسوبر الآسيوي. على المستوى المحلي أبرز إنجازاتك كابتن إبراهيم عيسى؟ والله شوف أنا أذكر لك أخوي خالد يعني كامل، يعني فيه دوري مرتين، كأس الخليج مرتين، كأس الاتحاد، الآسيوية، السوبر، تأهلنا لكأس العالم. يعني هذه من أبرز الإنجازات، والحمد لله كانت فترة وجيزة تقريبا ثمان سنوات أو 7 سنوات كانت فيه البطولات هذه. يعني أنت فعل خير على النادي كابتن، فترة قصيرة مع النادي فيها بطولات كثيرة الحمد لله. وزملائي برضو ما أنسى جهودهم والإدارة، وهذا اللي حز بالخاطر ان الجيل هذا لا يذكر في الوقت الحالي. هل عدد كبير من البطولات اللي ساهمت فيها الاغلب بالنسبه لك اي بطوله؟ اكيد طبعا السوبر، يعني تاهلك كاس العالم هذه اغلب بطوله. طب ما في شك انها اهلت للمونديال هذه واحده، والدوري الدوري اللي حققناه في جدة امام الهلال 3-1 هذا طبعا يعتبر من الاغلب برضه. كابتن ابراهيم نتحدث عن مشاركتك مع المنتخبات الوطنيه، اعتقد انت شاركت في مع المنتخب الاولمبي السعودي. نتحدث عن المشاركه، كيف تلقيت الخبر انك انضميت للمنتخب الاولمبي واصبحت تدافع عن عنوان المنتخب؟ والله شوف طبعا الخبر اكيد انه خطاب للنادي، بلغوني المسؤولين في النادي. فرحت اول سنه تنضم ل هذا اول سنه لك مع نادي النصر، اول سنه تنضم تسجل في نادي النصر وبعدها تنضم للمنتخب الاولمبي. كان في معسكرات في مدينه الطائف، بعدها تصفيات في ماليزيا، كنت لاعب اساسي مع يعني ما شاء الله فطاح لخميس لوران، عبيد الدوسري، خالد رشيد، مرزوق، يعني ما شاء الله مجموعه كبيره. ف اكتسبت خبرة أكثر، أسفدت كثير. يعني يمكن هذه أبرز مشاركتي مع المنتخب الأولمبي. كابتن إبراهيم، يعني أنت مشاركتك مع الفريق النصراوي ما كانت مشاركة يعني طويلة، يمكن 7 أو 8 سنوات تقريبا. وجودي في نادي النصر 9 سنوات. تسع سنوات. ممكن الإصابات اللي تعرضت لها هي اللي تبعدني فترة طويلة، لأن كانت إصابات يعني أول سنة شاركت فيها بديت ألعب أساسي في الفريق النصراوي. جتني إصابة في المفصل اليسار، كسر في المفصل وتمزق في الأربطة. حرمتني تقريبا موسم كامل، رجعت نهاية الموسم. نهاية الموسم رجعت قبل كأس العالم، جاني رباط صليبي جلست بعد سنة. رجعت تقريبا بعد سنة وجلست سنة في متواجد مع الفريق، جاني رباط ثاني. فهذا اللي مشكلة الإصابات اللي عندي، صبت يعني قوية اللي تأخرتني بشكل كبير. اعتزالك كرة القدم كابتن إبراهيم هل بسبب كثرة الإصابات، أو أنت تعتقد أنه خلاص إبراهيم ما عاد يقدر يقدم المستوى اللي يرضي طموحات النصراويين؟ والله شوف طبعا دائما الإدارة تبحث عن رجل مفيد أو اللاعب مفيد للفريق. أنا كنت في فترة احتراف صراحة، ما أشوف أني أقدر أرجع زي ما كنت مرة ثانية. النادي برضه صار اهتمامه في اللعيبه يعني اللي يخدمون.
انا والله انسحبت من باقي لي سنه في احتراف، انسحبت من النادي بشكل نهائي، نعم ولا حاولت اني انضم نادي ثاني. نعم كنت راضي عن ما قدمته لنادي النصر في خلال فتره خدمتك لنادي النصر، وهل كنت راضي ايضا عن التعامل الاداري وتعامل اداره نادي النصر مع الكابتن ابراهيم عيسى؟ والله شوف، طبعا يعني هذا فخر لي وافتخر فيه لحد الان، نعم انضمامي لنادي النصر، علاقتي بالامير عبد الحميد سعود الله يرحمه، علاقتي بالاعضاء الشرف، وجودي مع اللعيبه، وجودي مع الاساطير نعم في نادي النصر، الانجازات اللي حققتها او حققها نادي النصر في ظل وجودي، نعم هذه يعني ممكن اي لاعب الان في الفتره الحاليه ما يقدر يحقق الانجازات هذه في الفتره 6 7 سنوات في حقيقة الإنجازات هذه. كابتن إبراهيم، بعد اعتزالك كرة القدم عملت في الفئات السنية في نادي النصر، كيف تقيم هذه التجربة؟ والله طبعا الحمد لله كبداية عمل ناجحة، لها سلبيات بالنسبة لي واستفدت من السلبيات هذه. نعم. يعني عمل بدون سلبيات أو بدون أخطاء ما يعتبر عمل ناجح. نعم. بالعكس، دائما أنا أؤمن بالأخطاء وتصحيح الأخطاء. كانت أول خطوة لي. أشكر القائمين في الفترة السابقة، الأستاذ ناصر الكنعان، ناصر بيا، اللي قدموا لي العرض في الشغل في نادي النصر. كنت مدير شباب في نادي النصر أول سنة، يعني ما كانت رغبتي عمل إداري، كان عمل فني. لكن هم اللي طلبوا مني، لأن الفترة كانوا في حاجة مدير للفريق. والحمد لله استمرت مع كمدير شباب في بداية مشواري تقريبا 2.5 سنين في نادي النصر. طبعا بعد الفئات السنية في نادي النصر جاني تصنف فهد المصبيح، وانضميت المنتخب الأولمبي كعمل إداري في ظل وجود مدير الفريق وجدي الطويل. نعم. وتشرف فيهم جميعا. جلسنا تقريبا مدة سنة وشوي. بعدها عملت إداري في منتخب الشباب مدة تقريبا 2 إلى 3 شهور. نعم. بعدها مثلت كمدير منتخب الشباب لمدة تقريبا 1.5 سنة، حققنا فيها بطولة الخليج. نعم. بعد ذلك رجعت نادي النصر مرة أخرى كمدير الأولمبي، جلست برضو ما يقارب 1.5 سنة في الأولمبي. نعم. الآن لي تقريبا 1 سنة و4 شهور كمدير منتخب الصالات، منتخب السعودي الصالات. إيه طبعا الآن بدأ في دوري للصالات في، إيه في الأندية. إيه. الفكرة هذه كيف أنت تقيمها كابتن؟ والله كنت أتكلم مع الدكتور صلاح السقا، طبعا نعم. هو رئيس اللعبة. فأنا أقول ما راح تحصل منتخب بدون دوري. نعم. حتى لو كان دوري ضعيف، وهو مع الوقت بيكون له صية الدوري هذا. نعم. وله إيجابيات. بعد ذلك تقدر تكون منتخب، لكن بالطريقة السابقة ما راح يكون في منتخب. والحمد لله الآن بدينا السنة هذه كدوري، اتضح بالعكس إيجابيات كثيرة راح تنصب على المنتخب في المستقبل. نعم. لكن ما راح يكون منتخب بشكل اللي يتوقعونه يعني المشاهدين، بيكون منتخب باسم السعوديه. نعم. الا يبغى له وقت، لان فيه دول كثيره سبقتنا في اللعبه هذه، تجربتنا جديده في كثير. نعم. يعني منها دول الخليج، يعني تحكي عن الكويت لها 12 سنه، تحكي عن منتخب الامارات لها ما يقارب 6 7 سنوات. نعم. تحكي عن الدول العربيه، تحكي عن منتخب ايران عنده دوري محترفين للصالات. نعم. لكن اللعبه جديده، وان شاء الله باذن الله شوي شوي نصل. نعم. في افضل المراحل ان شاء الله. نعم. نتحدث كابتن ابراهيم عن الشان النصراوي بعد اخر دوري حقق النصر عام 2015، لما كنت لاعب في نادي النصر. ابتعد النصر عن تحقيق البطولات وعن الدوري يمكن 18 او 19 سنه، ثم مع وجود اداره الامير فيصل بن تركي تحقق الدوري مرتين في الموسم الماضي وقبل الماضي. الان بدا المستوى يهبط تدريجيا للفريق النصراوي، حتى ان هذا الموسم لا يرضي عشاق النصر ابدا ما يحدث. كيف تقيم الوضع النصراوي الان، وكيف تكون العوده في نظرك كابتن؟ شوف، طبعا جهود الامير فيصل بن تركي ما ينكره اي شخص، سواء من الوسط النصراوي او غير الوسط النصراوي. نعم. واضح ان الرجل بذل وجهد وصرف ورجع النصر كما كان، وحقق بطولتين دوري كاس ولي العهد.
نعم. ممكن في إمكانه النصر كان لثلاث أربع سنوات قادمة يكون هو في الساحة وهو نعم. دائما متوج بالبطولات، لكن سوء التخطيط اللي وقع فيه نادي النصر نعم. من نهاية الموسم الماضي، يعني كانت رؤية واضحة عنده في نقاط الضعف في الفريق، نقاط الضعف في الجهاز الفني. نعم. الإدارة النصراوية ما تداركت الشيء هذا في جلب مدرب على كفاءة عالية، تغيير بعض العناصر، تغيير بعض المحترفين، الإعداد صراحة اللي كان مخجل، يعني 17 يوم إعداد. نعم. ما كان كان في مباراة سوبر، مباراة كان مهمة. مباراة سوبر أو شيء ما من هنا، مباراة سوبر وتعتبر بطولة، تعتبر يعني في كل شيء محفل جديد، في كانت البطولة في لندن، نعم. يعني ما كان معدلها الفريق من الإعداد الجيد. نعم. بغض النظر عن بطولة السوبر، حتى لو حققها الهلال لأنه يستحق، كان يعني مركز من بداية الموسم نعم. للسوبر وغير السوبر، جلب محترفين جيدين عكس النصر، بانت آثار هذا الشيء في نعم. بداية الموسم. يعني بداية الموسم النصر بدأ في مباريات سهلة، نعم. نجران والقادسية، ضيع فرص كثيرة وأمام هجر. أمام هجر، لأن مشكلته النصر يعطيك أول 20-25 دقيقة، نعم. بعدين يهبط الأداء. خلاص الأداء، هذا كان بسبب ضعف الإعداد. ضعف الإعداد. نعم. وكان نفس الشيء تمسك المدرب دي سيلفا وضح من الموسم الماضي أنه خلاص الحمد لله حقق بطولة نعم. بمجهود اللعيبة ومساعدة ظروف الفرق الأخرى زي الأهلي. نعم. استمر على وجود مدرب دي سيلفا. نعم. تم تغيير المدرب دي سيلفا في آخر، يعني في آخر لحظة، نعم. إحضار مدرب في اعتباري أنه مدرب يعني فاشل، نعم. والدليل على ذلك كان في الاتحاد وكان غير ناجح لو كان تجربة كندا. نعم. بعد ذلك جاء للنصر، خاض تجربة ما نجح مع النصر، نعم. ترك النصر، جلس فترة طويلة عاطل، رجع النصر مرة ثانية، نعم. وهذه النتائج اللي صايرة في نادي النصر. طبعا الخطأ دائما ما نحمل انه والله مدرب ولا اداري ولا رئيس، نعم. اللعيبه جزء كبير من نعم. مسؤوليه مشتركه يعني. اي نعم. مسؤوليه مشتركه، واللعيبه يتحملون جزء كبير. يعني نعم. كره القدم سهله، انت نجم نادي النصر، يعني جلبك من انديه اخرى لتضيف، انت الان ما تقدم، يعني مو المستوى المطلوب، نص نعم. مستواك ما تقدمه. نعم. فاللعيبه يتحملون جزء كبير من نعم. يعني خساره نادي النصر او وصول المركز الثامن. نعم. نعم. قبل الختام ابو نواف، اذا كان في كلمه تبغى تقولها او اي شيء يترك لك مساحه كابتن. والله اول شيء اشكركم وللاستضافه، واتمنى اكون يعني ضيف مفيد باذن الله وخفيف على البرنامج. رسالتي طبعا لجمهور النصر، بحكم اني لاعب نصراوي، النصر بطل. انا اتوقع انه ما راح تفرق معه مركز ثامن او مركز خامس، او نعم. اذا ما نافس على البطوله ما تفرق معه كمراكز، كترتيب مراكز. نعم. لكنه لازم، وانا اشوف الامير فيصل بن تركي يعني يوعد الجمهور على الموسم القادم، لابد يكون في تصحيح من الكل. نعم. وبإذن الله يرجع النصر كما كان إن شاء الله بإذن الله. نعم. مرة أخرى شكرا لك كابتن إبراهيم العيسى، نجم نادي النصر والنجم الدولي السابق، شكرا لك على استضافتك لنا في منزلك، شكرا لك على تواجدك معنا في برنامج حديث الذكريات، وإن شاء الله نلتقي بك إن شاء الله في برامج أخرى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب وحسن المتابعة، كنا معكم من خلال برنامج حديث الذكريات، قدمناه لكم من قناة السعودية الرياضية، كان معكم من التصوير الزملاء معاذ الهدبة ومحمد المساوى، وكان معكم من الإخراج الأستاذ نايف الشليل، من الإعداد الأستاذ محمد الدوسري، هذا خالد السعيد، تمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات، إلى اللقاء.